السلام عليكم. مرحبا صبري. مرحبا. رح نتوا في المرحلة الثالثة من التجربة. تجربة على الطريق. تجربة الطريق. دونك نيسان كاشكاي. نجموا بطبيعة الأمر تشوفوا ال بقيت بوميييغ باغتي اكستيريور ديزاين اكستيريور بعد الانتيريور. واحنا تويكا جربناها توا شوفوا نبداو بالكونفور. ايه مش خايب كونفور ديجا اكوستيك دون زا بخومي تون اللي هي ما تعملش باش احس ما تسمعش لو بوغي دو رولمون ما تسمعش الانفيرونمون دير بيك معناتها بيان سونوريزي والكونفور بالطبيعه نتاع الكراسي الحق توا هنا موجهه فمي بالحق في حكايه الكونفور. كي تركب سواء التالي سواء القدام تحس روحك اللي انت قاعد بالكدا قاعد بالكدا ماش تاع معاش مانيش مجربناش كوندويت سبورتيف ولا حاجه اما تاع كوندويت هكا كالم هي ديجا الاتموسفير تضحك معايا. هي ديجا احنا حكيناها في البارتي اكستيريور اللي هي موجهه للعائله دايوغ الاسبري نتاعهم سي كروسوفر معناها خاطر توا مشات في الاسبري اس يو في خاطر سي لا مود والعباد يعيطوا اس يو في فهمت اما في الحقيقه هي قاعد ديما في الاسبري الكبيره واسعه تالي واسعه زاده صغار معناها ثم كل شيء كونكتيك موجوده وكل شيء سينو كيما قلت انت انسونوريزي ما تسمعوش حس الموتور بريسك توا باغ اكزومبل لو نطلع لا حس الموتور لا حس العجله احنا 3000 تور بار مينوت قاعده تبدل هي رغم اللي هذا الكياس مبلول معناتها نورمال تحس في الطش يبدا يضرب في وسط لي باساج دو رو فهمت معناها كمان معناها الكراسي كيما قلنا كي حكينا على الانتيريور ماهمش مفرتحين برشا وماهمش ضايقين برشا معناتها ليزون تخوفي كومبرومي اونتخ لي دو توا باغ اكزومبل باش ندورو مبلوله هي كمام احنا اونيا 38 كيلومتر اور تحس روحك بسيكوريتي ما تحسش صحيت رغم اللي احنا توا عملنا طلع التران اريير ماهوش ملتي بغا مش ملتي بغا رغم معناها نحكيو رغم اللي هو ماهوش ملتي بغا وكمام إلى غيف انهم يعملوا انتغاج دو سسبونسيون معناها باهي باهي وهذا اللي حكينا في حكيناه زاد في بارتي انتيريور وقت اللي حكينا على الريجيديتي نتاع الكاس وكيفاش لا كونسيبسيون بيدها باهيه صحيح هي داير هذاك علاش انت قلت برشا مرات اللي هي ستان سوكسي كوميرسيال هي ستان بس اللي كانت هي في لي فونت كانت الاولى قبل معناتها بعد بون ولا برشا كونكورونس وكل هي اللي انوغوري معناتها الموضوع السيجمون هذا اللي كان اسمه كروس اوفر تو كروس اوفر ستان مو ولا بدا يولي اوبسوليت كيف مونو سباس كيف لودو سباس دي تيرم بداو يتنحاو من الاوتوموبيل Sinon, côté motorisation, خلي نشوف الموتور نرجع له. دونك بالنسبه للموتور شفتوه حاجه مشتركه مع برشا ماركات اللي هو انت ديما تقول لي اوريجين نيسان انا نقول لك راه رونو صحيح خاطر تلمون شفنا ال 1.2 رونو موجود في الجام الكل الكاجار الميغان سي دو سويت اللي سخابوه رونو انت قلت لي راه دوريجين نيسان دايوغ هما 1.3 ولا ما عادش صحيح احنا هنا تو في الموتور 1.3 دونك ديجا سيلندري طلعت شوية طون ميو و جو بونس ما عرفش انت زدت كاد اللي هذا هو اللي موجود في المرسيدس شي مرسيدس هو بيدو دايوغ هما مرسيدس حتى سي يحبوا يحطوا موتور الاحسن انه يكون مع نيسان باش يضمنوا على الاقل لافيابيليتي باش تبدا الامور واضحه فهمت معناها لافيابيليتي متسمي عليهم هما لكن انت هنا ثم برشا عباد حكاوا على حكايه الموتور 1.2 اللي كان ياكل في الزيت سوغ سيغتان موديل سوغ كونسوماسيون ا بارتيغ دان كيلومتراج تخي با معناتها مش في الماكينه ولا بون احنا هنا عندنا افونتاج في تونس ديما نحكيو عليه اللي احنا ديما في النورم يعطيونا دي فيرسيون اللي هما اورو 5 دونك
معناها كاتاليتيكمون او نيفو كاتاليتيك ما عندناش المشكل نتاع اوروب. فهمت؟ مازلنا لانديس سي او 2 في الكيلومتر مازال عندنا يتقبل طالع. فهمت؟ معناها اذا كان انت باش تطيح خاطر الحكايه هذيك باش تستعمل. اما اسكو في البيسونس كيف كيف الشوفو دين؟ اي لا ميم شوز. صحيح احنا هنا في 150 شوفو 250 نيوتن متر هو بوات اوتوماتيك محترم 250 نيوتن ميزان 1500 راه معناها هكا فهمت محترم بالكدا قلت لك معناها بالحق ستان افونتاج اوزر معناها ربى ضاره النافعه انك كي تجيب النورم اورو 5 في موتورات تبدا ديجا ضمنت انه الكهرباء ماهيش معناها ما تنجمش تتعرض للمشاكل كيما اللي تعرضوا لهم في الاوروبا. هي المشاكل اللي تعرض لها هي ما تلقاش اورو 5 ساعات بوكو دو كونسيسيونير في تونس تشكل وقال لك ما لقيناه ما عادش فما اورو 5 في الموديل هذا وفي الموديل ما لقيناهش. اما بون هو راهو تنجم تكون الكارتوغرافي اورو 5 لكن هو ينجم ولا اورو 6 ويجي يعمل لك بعض التعديلات يخليك مثلا في الاورو 6 ا. اي فهمتك. فهمت يخليك بالنورم كيما عمل 2010 2012. سي زكريا قال نشوف في حاجه عجبتني ياسر. ايش نايب؟ كونسوماسيون؟ كونسوماسيون؟ اي غاليه قاعد نمشيو بشويه. داكور. حوسوا احنا توا بون صحيح احنا توا قاعدين نمشيو في معناها تقريبا فيتيس اللي هي قداش؟ توا 50 60 70 فهمت؟ دونك هذاك علاش؟ بون بار كونتر ترى انا نجربوا كان نطلعوا اون فيتيس شنو تعمل؟ تعديت لي رابور. ايه بيت جاو مليح. جاو مليح. اون جو فوا نشد. نطلعوا دو دان. شفت كيفاش؟ ساشون اللي فيها هوني في البوت دو فيتيس اللي هي اوتوماتيك. فيها لو مود دي اس، دي بور درايف و اس بور سبور. دونك تهبط هكا نكتب لك دي اس اللوطة. صحيت وش وليت نعمل توا؟ تنجم تبدل الباليت حتى في المود نورمال تنجم تبدل الباليت يعني تدخل في المود سبور تزيد تفهمهم اكثر. اي لا وباش بالحق انت عندك الريجيم شيخ وكل تبدا تبدل في الفيتاسات تبدا شيخ عليها بالحق وبعدين نعاود هنا تو نخرجوا باليت راح نعطيها نزله صغيره هوني بالباليت عاد تبدا تبدل فوتو شويه دو حس الموتور نفهمه من الكهرباء ماشي اورينتي سبور معناتها ما عملوش ايفور في الكاليتي نتاع الحس. صحيح انه زاد يقوي مثلا تو تسمع الحس اكثر ولا دونك نرجع ونقولوا سي اورينتاسيون فاميليير الكهرباء اورينتاسيون كوندويت كالم زين هو الامبيونس زين ديجا الامبيونس ما تشجعكش باش تروح كوندويت سبورتيف تشجعك باش تبدا سوبل. صحيح هكا ولا بلوس ايكونومي. صحيح نلعب تو هكا فور اكزامبل دايوغ من غير الكراب اللي جربناهم كي تحط مود سبور ما تبدلكش الفون احمر. صحيح هكا ولا فقط عندك المود تفضل المود سبور شنو يعمل الى جي نورمالمون على الديريكسيون هاي باش تولي بوا دو فيتيس تولي اللي بلو رياكتيف بلو رياكتيف تطول تطلع شويه وكله صحيح وحتى الموتور بون لو كوبل نو شونج با مي رياكتيفيتي نتاع الموتور زاد اي دو لا بيدال صح حتى وانا كي نزلت الحس ديجا زاد شويه نظر لا هاي تلقاو نوتر نوت دو سيكوريتي حكينا لكم تقريبا على كل شيء اما قلنا على اوبسيون ما فماش برشا في تونس اللي ماهيش بلاد بارد اما انا تعجبني تاع السياج سياج شوفون وفولون شوفون انا حطيت لك دايور فولون شوفون تو ما نعرفش صافا ديك سخنو نسخاب الشمس هي اللي اثرت انت تلعب باللي كوموند دونك ردوا بالكم من الوليدات الصغار يعملوا في العباد على خاطر تو التمبيراتور تبدلت راهو من قبيله كنا كانت شتاء وكل مرة شيء مرة مطر ومرة صحيح فهمت دونك حتى كي بدل حسيت اللي كاين هو تأثر بال لي كوموند كلهم اكسيسيبل هنا وكل فوالا دونك تو نحطوا الكونسوماسيون دو سيكوريتي لي زيكيبمون دو سيكوريتي زاد برشا كيفون فيها برشا فيها فريناج دورجونس بيتون فيها ايدو مانتيان اون لين دايوغ شفت لو شعل قبيلك كي انت خرجت اكزاكتومون تخرج من اللين نتاعك يشعل دونك سي ديزيكيبمون حاجه باهيه قاعدين يسو ديموكراتيز في تونس ولازمنا منهم خاطر عندنا برشا نسرحوا واحنا نسوق صحيح سينو رياكتيف علينا نجري وانت شوف الرياكتيفيتي نتاعو تلافي حاجه
لا باهي اللي كانوا حلو مع لانه فيه جي بي اس كبير جي بي اس تونيزي ايه كبير رياكتيف اندرويد اوتو تشارجي تليفونك اندكسيون نيفو ديكيبمون بوان دو تكنولوجيك اون اي اجور اون ستار مود سبور جوست كجات ايه ولا تعيطك قلت لك بدل ايه قلت لك بدل فيتيس حس لي شابمون تبدل فوالا اي هكا وي نحكيو تقابلوا في دوتر سي ان شاء الله تنساوش تعملوا لابونمون ا بيانتو